بحكم طبيعتنا كبشر تختلف شخصياتنا عن شخصيات ناس كثيرة، يعني في الشخصية الهادية، في الشخصية العصبية الانفعالية الحساسة الزايدة عن اللزوم، بس في شخصية الاستفزازية، يعني شيء موضوع كبير بصراحة. صراحة كنت أحكي لو عبير توا على الشخصيات المستفزة يعني بشكل عام، قالت لي تم أي شخصية هي ملاش علاقة ب يعني هذا واضح شخصيته مستفزة، هذا يجد شخص دائم، ولكن أعتقد أن تخصصنا الشخصية الاستفزازية، بس في مواقف في حياتنا بالضبط معينة ممكن بالضبط نتعامل معها باستفزاز، رد فعل يعني تكون رد فعل، لكن الشخصية المستفزة أعتقد أن هي ما يدومش معها أصحاب ولا يكونوا قراب منها ناس، في نفس الوقت دائما تخسر في وظيفتها. أي بس مش غلط إحنا نتفهموا طبيعة كل إنسان ونتعامله معه على حسب هذه الطبيعة وهذه الشخصية، يعني كل شخصية ممكن لها قواعد معينة أو ممكن مفاتيح صغيرة نقدر نخشوا لها للشخص، فمش غلط لو إحنا عرفنا وممكن يصير في نوع من زي ما نقول الترابط والود ما بين كل شخصيتين، هي يفهموا بعضهم يعني. بالضبط، نحن طبعا بس نذكر المشاهدين بان احنا موجودين حاليا لايف على صفحه قناه 218، تقدروا تشاركونا اكيد حول موضوع اليوم الشخصيه المستفزه، اذا قابلتكم شخصيه مستفزه او انت تشوف نفسك اوقات تكون من الاشخاص عندك ردات فعل تستفز في الطرف الثاني، اكيد تحاولنا توجه لنا يعني رساله من خلال التعليقات حول هذا الموضوع. ولكن معانا عبر الهاتف عبد المهيمن عامر، هو اخصائي مخ وأعصاب واستشاري لأمراض العصبية والنفسية. صباح الخير سيد عبد المهيمن. صباح الخير، يومكم سعيد، تحية طيبة لكم شخصيا ولكل متابعي قناة 218. بس تعقيب بسيط، اسمي عبد المهيمن الأحمر. المهيمن الأحمر، أهلا وسهلا بك سيد عبد المهيمن. مرحبتين بك، تشرفنا إن شاء الله ويومكم سعيد، وموضوع شيق فعلا ويستحق المناقشة خصوصا في الآونة الأخيرة مع ضغوطات الحياة اليومية ومع الظروف المختلفة في المجتمع، سواء اللي بيصاب في المجتمع يعني العربية. حابة نسألك بهذا الخصوص، يعني اليوم يعني كلنا كبشر يعني يا دوبك نقدر نتحمله ممكن الأشخاص اللي عايشين معاهم نظرا لضغوط الحياة والستريس وغيرها من الأمور، فما بالك الشخصية الاستفزازية، هل هذا صح؟ تمام. هو قبل ما احنا نتكلم عن النقطة هذه خلي نوضح نقطة بسيطة للمشاهدين والمستمعين اللي معنا. نعم. علاش في شخصية مستفزة؟ علاش الشخصية هذه أساسا تكون مستفزة؟ يعني في هالبنات يقول لك فلان كويس، فلان طيب، لكن مستفز، أسلوبه لما يتعصب يستفز الآخرين، أو مجرد وجوده في مجموعة من الزملاء أو سواء في العمل سواء في الحياة الاجتماعية سواء في الأسرة يكون وجوده مستفز للآخرين أو يستدعي للاستفزاز. السبب الأساسي هو اضطراب في هيكلة الشخصية من منذ الأساس. اضطراب هذا يعني نقولوا احنا شنو السبب اللي يخلي الشخص هذا يكون مستفز؟ عادة يكون اسباب عديدة، يا اما النشأة الأسرية اللي هي نشأة الاجتماعية في الأسرة، إذا من هو طفل ما يخدش حاجته إلا لما يستفز، إلا لما يستفز الآخر يحصل على حاجته. هل هو قاصد هذا الاستفزاز يعني هل هو قاصده ولا شيء يعني ممكن طبيعي يعني يطلع منه؟ هذا اللي كنت بنقوله، أحيانا يكون هو أسلوب مصطنع أو طريقة تعامل تعود على نتيجة أمراض اجتماعية منتشرة في المجتمع بشكل عام، وأحيانا يكون لا إراديا لأنه هو يكون مرض نفسي عصبي أكثر من أنه هو يكون مرض اجتماعي، فأحيانا يكون سببه اجتماعي، أحيانا يكون سببه احيانا حتى عضوي، لان يعني احيانا في ناس تعاني من اضطراب الهيكل ذات الشخصيه نتيجه اضطراب في موصلات والناقلات العصبيه، يعني انا يتابعوا عندي مثلا حالات عدد كبير، مرات نقول لهم الناس اللي تتابع عندي هم صفوه المجتمع، علاش؟ لان دائما الشخصيات المستفزه مثلا ما عندهاش علم ان هي بالطريقه هذه، او ما تعرفش حتى السبب علاش الناس في المقابل توصف فيهم ان هم مستفزين. يعني طريقة الإستفزاز مثلا نمشي لشخصيات مختلفة أو طبقات مجتمع مختلفة، سواء كانوا متعلمين، سواء كانوا رجال، سواء كانوا نساء، أطفال، تلقى شخصيات أحيانا بدون سبب هي تتبع في أسلوب الإستفزاز يعانوا منها الناس، يعني يقول لك مثلا فلان طبيب جراح قدراته هائلة لكن شخصية مستفزة لا يمكن التعامل معها. نعم. الشخص الفلاني إعلامي ناجح لكن شخصية مستفزة وما صعب التعامل معها. كويس دكتور، لو حكينا على التعامل
المباشر مع الشخصية المستفزة، هل في أسلوب معين نقدر نتعامل معاه باش نصده مثلا طريقة التعامل، أو نعرف ونقدر كيف نتعايشوا مع هذه الشخصية؟ في أسلوب معين باش نقدروا مضطرين مثلا يكون مرات موظفين معك في الشغل مضطرنا كتر نتحملهم؟ تمام، أنا نعطيكم طريقتين أو ثلاثة طرق اللي تتبع عادة مع الأشخاص هذه. يعني أي شخص حتى لو كان ما هواش ملم أو ما عندهش الثقافة العالية أو ما عندهش دراية كافية بالموضوع، هيتبع واحد من ثلاثة أساليب هذا. يا إما هيستخدم نفس الأسلوب ويقع معاه في مشاكل أو في صدمات أو في حوارات غير لائقة، هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني أسلوب التجاهل النهائي وما يعطيش أي رياكشن أو أي ردة فعل. نعم. الأسلوب الثالث إنه هو يمتص غضبه بسائره وبيرد له طلباته. طبعا ثلاثة أساليب هذه تعتبر فاشلة. علاش؟ لأن زي ما قلت أنت، أحيانا شخص هذا موجود في وظيفة مهمة أو موجود في وظيفة، يعني أنت مش مضطر تسائره وتمتص غضبه وتلبي له طلباته، في نفس الوقت مش مضطر إن أنت تخش معه في مشادات كلامية أو في خصومات مثلا سواء كانت حوارية أو عملية. نفس الشيء مش مضطر ان انت تتجاهله، لان احيانا موضوع متوقف فيه عمل، مرات تكون جراحيه، مرات تكون وظيفه اعلاميه، مرات تكون مصور، مرات تكون مدير. يعني فئات هذه موجوده، مرات تكون في مصرف، مرات تكون يعني تتواجه معها، ومرات يكون شخص بسيط في الحوش، مرات احد من اخوتك مش لاقي معه علاقه وصل. الاسلوب السليم انه هو من الاساس يتحط طريقة التعامل مع البشر بشكل عام. لازم احنا كمجتمع عربي نتعلموا كيف نديروا إعادة هيكلة للشخصية لنفسنا قبل. طيب، يعني المفترض ان الشخص هو نفسه قابل، عنده قبول اول حاجة لجميع فئات الشخصيات، سواء كانت شخصية رجالة مستفزة طيبة هادية بدون شخصية نهائي. في ناس عندها انعدام في الشخصية للأسف، فهذه ضحايا وفي نفس الوقت في بعض الأحيان مش ضحايا. فإحنا الأسلوب اللي المفروض نتبعه أو كحل وسط للشخصيات اللي أوريدي موجودة أو إن إحنا مجبورين نتعامل معها، هو إن إحنا نفهمه إن الأسلوب هدايا بطريقة مباشرة، ما فيش بس الشخص. طيب دكتور عبد المهيمن، نعم، يعني هل نقول بأن الشخص الاستفزازي هو شخص نقدر نقول بأن على حسب طبعا علم الاجتماع شخص علاقاته الاجتماعية ممكن تكون قليلة أو منعدمة؟ لا بالعكس، لأن في بعض الأشخاص تلاقيهم مستفزين لكن ناجحين جدا. علاش؟ لأن في ناس تعودت على وجود الشخصيات المستفزة للأسف. في ناس تتبع فيه كأسلوب للوصول، يعني يقول لك انا باش نوصل لازم نستفزهم، لازم نحرك قدمهم، لازم ندير لهم لقطه، اي لغرض الوصول او لغرض ان هو يثبت ذاته. هذا يعتبر مرض، هو عباره عن شعور عدم اكتفاء ذاتي، شعور بالنقص، فيستعين هو باساليب اخرى للوصول لهدف معين. هذا لما يكون متصنع او لما يكون مفتعل. لما يكون غير مفتعل بيكون ناتج عن اضطراب من الاساس في هيكل شخصيته. كويس، يحتاج لعلاج في الحالتين. دكتور، الشخصية المستفزة هل هي مكتسبة مثلا من طبع، من تربية، من جينات، من العائلة؟ كيف تجي شخص يكون مستفز يعني؟ احيانا انا نقول لك، هو انا ممكن انتم ما عندكمش دراية كاملة بالتخصص تاعي، في الاساس اخصائي مخ واعصاب، والماجستير بتاعي في اضطرابات النفسية والعصبية وتأهيل سلوكي بشكل عام. بهي فاحيانا فيه يكون سبب طبي بحت، اللي هو اضطراب الناقلات العصبية زي ما تفضل حضرتك، ويكون السبب جيني. تلقى اصلا النوع يقول لك العيلة الفلانية ما تقربهاش، كلهم هيك يعني نقولوا باللي هيك، او الاصحاب الفلانية هذا ما ينقربوش لان هم هيك، لان فعلا يكون عندهم اضطراب عصبي عضوي ينتج عليه نشأة الشخصية هذه. السبب الثاني اسلوب التربية، احيانا في اسلوب تربية موروث يكون في العائلة. يعني مرات ما يكونش السبب العضوي هو اللي موروث، لا، اسلوب التربيه هو اللي موروث. يعني متعودين ان ابوهم يتعامل هيك، جدهم يتعامل هيك، عمهم يتعامل هيك، فالاسلوب المتبع في الاسره هيك، فلما بيطلع للمجتمع الخارجي هيك حيكون تعامله بالطريقه هذه. صحيح، في اللي تعود على حياته وحياه اسرته في دكتور عبد المهيمن، اكيد راي ناس مهمه في هذا الموضوع. خلينا نشوفوا مع بعض هذا الاستطلاع حول الموضوع وراجعين معاك نكمل الحديث. الاستفزاز حاجة سلبية جدا لبعض الأشخاص،
تلقاه يحاول يستفزك ويوصلك لليفل ممكن تفقد فيه السيطرة على أعصابك. بس تبي الرياكشن بتاعك وانت تحاول تتعامل مع الشخص اللي يستفزك تبي واحد عنده باك جراوند شوية يعني نفسية سيكولوجية باش تقدر ديل يعني توقف عند حتى، لأن مرات الإنسان لما يوصل لمستوى محدد ممكن يتصرف تصرف يندم عليه. قوت شباني طول ما هذاش ما بكنا بس شو الأسباب برأيك؟ أخو نحن عندنا برود أعصاب وهو ما عندهش برود أعصاب ما تلاقوش بكرة أصلا ما تجيش على بعض أصلا. والله نتعامل معاه اللي قد عقله، في اللي عندي معاه يعني عندي معاه بصارة عندي على قد عقله، يعني العيب على صاحب العقل اللي بيستفزني أني في محل توا بمستقبل الباهي ومستقبل العافن والعافن باهي في كل مكان، يعني على قد عقله بنسايرة وإن شاء الله ربي يهدينا وخلاص. والله أسباب اللي نعتبرها يعني ترجع للثقافة، ثقافة الشخص. لو إنه هو مثقف ويتعامل مع الإنسان على إنه على طبيعة تاني ما يكونش ما يستفزكش، هذا يستفز الإنسان من لا شيء. والله بنقول إن شاء الله ربي يهديك وخلاص، شو بنقول له يعني في الوقت الحالي هو مش بيدي مرات فيه اللي مش تستفز الناس، لا 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 هذاك مرة يبي فش قلبه مسكين من الأخير، مرات يبي فش روحه يدير الموضوع اللي روحه باش يروح. والله ايش نتعامل معه، نتعامل بوسعة بال، أنا ما فيش كيف تتعامل معها بطريقة ثانية إلا بوسعة بال، يعني كل حد مزاجه كل حد ردة فعله وكان كل حد بتعامله بنفس الأسلوب ما أصبح في كل ساعة في مشكلة جديدة. هالأسباب منها أسباب ضغوطات نفسية منهم مادية من غيرها عصبية ونفسية كل حد ومزاجه. شفنا آراء الناس كيف تتعامل أو هي كيف واجهت شخصيات مستفزة. دكتور عبد المهيمن نبي نسألك سؤال، أنت من بدري قلت إنه ممكن يكون ناجح حتى الشخص المستفز، ولكن هل يقدر ينجح في وظيفة لها علاقة بالاحتكاك مع الناس، يعني في محلات في مستشفى في مكان لا يعني يتواصل في تواصل مع الناس؟ احنا لو لاحظتوا معي الاستطلاعات اللي من عامة الناس قريبة جدا من الخيارات اللي انا اعطيتهم لكم في البداية. عادة شنو الخيارات اللي ممكن يستخدموها عامة الناس؟ فعلا انا ذكرت ممكن تكون ناجحة. وين ممكن تكون ناجحة؟ تكون ناجحة وسط الاوساط السلبية، لان في اشخاص تعودت ان في من يحركها بطريقة الاستفزاز. يعني مثلا زي ما قلت انت في المحلات احيانا في بعض الأماكن لو ما استفزتهاش ما يخدش السلعة بتاعك، لأنه هو تعود أنه هو لازم تستفزه باش ياخد السلعة. يعني لازم تقول له هو أصلا الحاجة هذه مش هتحصلها في المكان الفلاني، يعني ما خدتهاش توا مش هنعطيها لك، بتولي لي بعد ربع ساعة أصلا تلقاني مفكر. أسلوب مستفز، أسلوب غير لبق، أسلوب غير لائق. لو افترضنا أن المكان هذا مكان عام مثلا أو يقدم في خدمات معينة أو يقدم في سلعة معينة يكون ناجح. نعم في أماكن زي هذه يستخدموا في الأسلوب المستفز ويكون ناجح. علاش؟ لأن المجتمع سلبي اتجاه يعني ليها نتيجة إيجابية بالضبط. فهو الشخص المستفز هذا يلقى في روحه ناجح بطريقة هذا، يلقى روحه لما يستخدم في الأسلوب هذا فعلا الزبون يخاف مثلا أو الشخص اللي بتقدم له الخدمة بيقول له يا توا بتوقعها يا راهو كان هذا ماني جاي، يا توا بتاخذ الحاجة يا أما كذا، يعني يصير كأنه أسلوب تهديدي استفزازي. واحيانا الشخص هذا يعني كثر ما يستخدم في الاسلوب هذا يبقى جزء من شخصيته حتى في تعاملاته في الحوش في تعاملاته مع زوجته. هذا سؤالي لك دكتور، يعني يختلف الموضوع لما يكون احتكاكنا مع شخص عايشين معه سواء كان اخ زوج اب الى غيره، يعني هل يصبح من الموضوع امر طبيعي وامر تعودنا عليه وعلى هذه الطريقه ويصبح الموضوع يعني ممكن ما يضايقناش في بعض الاحيان؟ لا مش لهذه الدرجة. شوفي مثلا لما يكون هو شخص عام أو في وظيفة أو كذا ممكن تقدري تتحملي تقدري تتجاوزي، لكن لما يكون فرد من الأسرة أو شخص عايش معك في نفس الحوش فهذا مثلا في العلاقات الزوجية كارثة.
كمية كبيرة من الطلاق ومن قضايا الطلاق ومن المشاكل الاجتماعية ومن تفكك الأسري اللي يصير نتيجة شيء من استفزاز. فلان قال كلمة ردت عليه هي كلمة الابن شارك، الأم شاركت، الأب شارك، تفككت الأسرة تمت. علاش تفككت الأسرة؟ بسبب أسلوب استفزاز الأكثر ولا أقل. فإحنا لازم نعترف كمجتمع عربي أو كمجتمع ليبي بالأخص لازم نعترف ان احنا عندنا مشاكل في هيكل الشخصيه محتاجين اعادتها. الناس اللي تحس في عندها مشكله في التعامل مع البشر المفروض تتجه لاهل التخصص. ما يمكنش تتجه لاهل التخصص، يحاول يتقف يستوعب. لازم نعطوه علم الشخص هذا، نعطوه سيجنال، نعطوه اشاره انه هو ماشي في مسار خاطئ. لازم نصلح من نفسه. اما ان احنا نغيره، مرات تلقى عيله كلها متغير النظام بتاعها على خاطر فلان. صحيح. لان لو ما درنا لاش فلان الحاجه هذه حتصير مشكله، حيصير استفزاز، حيصير. فتلقي كثير من الاسر تحت ضغوط معينه نتيجه فرد واحد. مظبوط. دكتور عبد المهيمن الهامر، شكرا لك، كنت معنا اليوم في الصباح، وصراحه يعني معلومات جدا مهمه، في نفس الوقت تحليلات منطقيه جدا للشخصيات المستفزه، وفي نفس الوقت طريقه التعامل اللي احنا مرات نواجه فينا في كل الاماكن، حتى مرات في الشارع. السؤال طبعا كان للفيسبوك عند الناس اللي هو حول كيف تتعامل مع الشخصية المستفزة. كانت في تعليقات على الموضوع، وكان في آراء مختلفة، وكل شخص كيف شايف انه هو يتعامل معهم. أطياف رحالة قالت يعني نحاولوا نحلوا معهم المشاكل او نصححوا لهم بطريقة هادية، ردود الفعل تكون هادية باش ما يكون الشخص مستفز أكثر. في حالة نقاش هي ممكن تحكي مع شخص. أم يوسف تقول مرات نتعامل معاه بحدية أكثر، في ناس ما يمشيش معاه إلا هكي، هي عندها رأي. فعندنا أيضا ميري تقول أنا نتناقش مع الشخص المستفز على الصبح، لكن حاول أني نطنش وما نخسرش. أصعب شيء بصراحة لما واحد يستفزك، خاصة لما تكون في ساعات الصباح الباكرة، يعني زي ما قالوا بأن زي ما قالوا الدكتور بأن هيكلية. شو قصدك يعني تقصديني أنا؟ لا طبعا حاشاك. زي ما قالوا بأن يعني هيكلية الشخص أو يعني الشخصيات الآن ربما لظروف الحياة ولعدة عوامل أخرى أصبحنا ممكن خلقنا زي ما نقوله ضيق، يعني ما عادش نقدر يعني نستحمله الثاني، او ممكن يكون التجاهل هو ممكن يكون الحل الامثل في بعض الحالات هذه او لبعض الشخصيات المماثله للشخصيات الاستفزازيه. عندنا شويه معلومات على كيف تتعامل مع الشخصيه المستفزه، خلينا نشوفوها وبعدين نرجع لكم، ولكن بعد الفاصل. يلا.